يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة اتش بي سي. في ناس كتير ما تعرفش حاجة عن المحليات ولا الخدمات اللي بتقدمها المحليات، ومن أهم الملفات بالنسبة لينا كمواطنين. عشان كده عملنا لكم حلقة تخص كل محتويات المحليات مع الدكتور الحسين حسان، رئيس الاتحاد مؤسسات أفريقيا للمحليات والعشوائيات وخبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم وكل السادة المشاهدين. نورتنا ونورت برنامج حكاوي العمراني وقناة اتش بي سي. اشكر حضرتك للاستضافة. في البداية كده عاوزين نعرف من حضرتك ايه المحليات وايه التنمية المحلية نفسها. هو طبعا المحليات التعريف بتاعها ان هي الادارات الحكومية المحلية او التي تتبع البلد او المدينة او القرية. تمام. في اللي هي بتقوم بكافة الخدمات الحكومية على مستوى الدوائر، سواء بقى لو نيجي مثلا لو دولة فيها ولايات هيبقى على مستوى الولايات كلها، لو دولة محافظات هيبقى على مستوى المحافظات كلها. بالنسبة للأجهزة المحلية عندنا في مصر يبلغ عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة بالكامل حوالي 3,400,000 موظف، هم اللي بيقوموا بكافة في التنمية المحلية. كل الموظفين اللي هم في الجهاز الإداري للدولة يعني بشكل متكامل، سواء احنا عندنا في مصر يعني 236 مدينة، 185 مركز، حوالي 90 حي، عندنا 52 مدينة تابعين للمجتمعات العمرانية، عندنا 4742 قرية، عندنا 31,000 عزبة وكفر ونجع. دي التقسيمة العمرانية بتاعت مصر كلها. تمام. طيب احنا عايزين نعرف ايه الدور، يعني الدور المحليات نفسها بالنسبه للمحافظات والاحياء. هو بيختلف طبعا، احنا بس عايزين نوضح ان احنا عندنا في مصر في جزئيتين في هذه الموضوع بالذات، عشان الناس برضو تحاول تفهم الجزئيه الخاصه بالمحليات. والمحليات بتشتغل فين بالظبط؟ المحليات عندنا بتشتغل في 236 مدينه و185 مركز بالاضافه للقرى. تمام. بتشتغل فيهم في المدن اللي هم ال 236 دول، اللي هم فيهم المشاكل كلها بتاعت مصر. تمام. بمعنى اللي هي فيها التعديات وفيها المخالفات هتلاقيها كلها في المدن التابعة للإدارات المحلية. بتقوم بالخدمات العادية اللي هي مثلا يعني المدن مش كرة، طب ما الكرة فيها مشاكل برضه. لا ما هو المدن ما هو المدن حضرتك المدينة اساسا بشكل عام هي بتشمل القرية. انا عايز افهم من حضرتك يعني المدينه بتشمل المدينه هي الحيز الكبير. الحيز الكبير العمراني اللي فيه عدد من المجتمعات الحضاريه بشكل اساسي، وبتجمع ما بين القريه وبتجمع ما بين الاحياء. يعني حد يقول لي الحي ولا المدينه؟ لا، انا عندي مثلا مدينه نصر، ده حي راقي او مدينه راقيه. المدينه دي بتشمل احياء صغيره، حي غرب مدينه نصر، حي شرق مدينه طب نصر. طب ايه الفرق بين الحي والمدينه؟ ما هو الحي جزء من المدينه بس جزء مصغر حضاري. يعني ما ينفعش النهارده مثلا اعمل رئيس مجلس مدينه نصر لسبب كبير، لان انا مثلا عندي حيز عمراني ما ينفعش يبقى فيه رئيس حي واحد، فبالتالي لازم اقسمها، المساحه كبيره فلازم اقسمها غرب وشرق. صلاحيات رئيس المدينة زي صلاحيات رئيس الحي؟ لا طبعا، بتبقى ما هو أنا هوضحها لحضرتك. رئيس المدينة في شمولية شوية في الأداء، يعني هو بيتابع شغل الأحياء اللي عنده في نفس المدينة. بس طبعا في القاهرة ما عندناش فكرة رؤساء مدن، يعني عشان المحافظة تعتبر محافظة يعني فيها نوع من التطوير الحضاري بشكل كبير جدا. فاغلب القاهره النهارده احياء. لا، في رؤساء مدن. مش لا، في رؤساء مدن حتى بالنسبه لنا على الجيزه، في بدرشين، في عونديه، في أقصية، في رؤساء مدن. انا بتكلم على القاهره. القاهره مش هتلاقي رئيس مجلس مدينه بولاق، لكن هتلاقي رئيس حي بولاق. انا بتكلم لا، ما المناطق دي اللي انا بكلمك عليها تتبع جيزه. لا، انا بتكلم على محافظه القاهره. انا قلت محافظه القاهره. محافظه القاهره على سبيل المثال ما فيهاش مثلا زراعه بشكل كبير، فاختفت منها فكرة القرى، عشان بس نقول مثلا يعني احنا ما عندناش ولا جزء زراعي في محافظة القاهرة، وعندنا مديرية زراعة على فكرة، يعني برضو دي للعلم. تمام. عندنا مديرية زراعة وعندنا مباني لمديرية الزراعة اللي هي مسؤولة ومفروض عن الحيز الزراعي اللي موجود في القاهرة، بس القاهرة ما فيش. ايوه، ايه الصلاحيات بقى لرئيس المدينة زي صلاحيات رئيس الحي؟ لا طبعا، ويتم اختيارهم على انهي اساس؟ هو المعايير الخاصة بالاختيار
بالنسبة للمجتمعات العمرانية غير الإدارات المحلية. المعايير الخاصة بالمجتمعات العمرانية، طبعا انت عارف المجتمعات العمرانية بتختار جزء من التخصص، يعني دايما بنلاقي رئيس الجهاز مهندس، هلاقي مدير الاشغالات مهندس مثلا اغلب الموجودين. لا لا مفيش، لا في المجتمعات العمرانيه الغالب او الحيز اللي موجود عندنا. لا المحافظات مفيش كده يعني. انا بتكلم على المجتمعات العمرانيه. تمام. المجتمعات العمرانيه غير الادارات المحليه، الادارات المحليه حاجه تانية، 236 مدينه دول ليهم تقسيمه خاصه، دول بقى بيتم اختيارهم طبقا لمعايير خاصة بالإدارات المحلية خاصة بيهم هم، يعني مثلا هتلاقي سكرتير عام لا يبقى كذا، السكرتير مساعد يبقى لا كذا. اللي أنا شايفه على مجرى العين وعلى أرض الواقع اللي هو مش لازم مدير حاجة فلانية بنفس التخصص بتاعي. يعني أنت بتقول لي مدير إشغالات المهندس، لا ده في ناس مؤهلات متوسطة. لا ما ينفعش اصلا اللي هو يمسك هو كلام مدير. حضرتك مظبوط. او نائب مثلا المفروض يبقى مؤهل معين. لا لا ما فيش التاهيل ده. لا ما هو في حته عايز اوضح لحضرتك حاجه، بس عايزين نفرق ما بين الادارات المحليه والمجتمعات العمرانيه. الادارات المحليه عندي فيها مشكله، يعني مثلا على سبيل المثال انا عندي عجز في الادارات الهندسيه، اغلب الموجودين داخل الادارات الهندسيه مؤهلات متوسطه. ما انا لو هحكي لك مشاكل كتير جدا. ما في مشاكل في مشاكل، يعني في خلل كبير. النهارده عجز الادارات الهندسيه داخل الادارات المحليه خلى الدوله في قوانين. لا المتبع اللي هو كادارات هندسيه دول مهندسين او فنيين، يعني الاداره الهندسيه مثلا. الاداره الهندسيه. لا احنا بنتكلم على شركه مثلا ادارات ثانيه، اداره كمتابعه، كاداره اشغالات، دول مش ما هو النهارده مؤهلاتهم نفسها مش مؤهله. نتحدث عن الوضع القائم اللي موجود في المحليات من 2013 او من 2014، ما فيش. ما اجيبش انا مؤهل متوسط امسكهم مدير اشغالات، ما اجيبش انا مؤهل متوسط امسكهم مدير اشغالات. هو ده بتيجي ازاي يعني؟ ما دي المعايير الخاطئه اللي موجوده داخل الادارات المحليه، نظرا ان في عجز. انا قلت لحضرتك في عجز، بس العجز انا بتكلم في جزئيه الادارات الهندسيه، لان هذا الموضوع على فكره يمكن هقول لحضرتك حاجه صغيره بس. اتفضل. ان قانون التصالح على سبيل المثال، انا كنت بعتمد في قانون التصالح على المكاتب الاستشاريه الخاصه. ده حقيقي. وخسرت الدوله خسرت اكتر من 600 مليار جنيه دخول كانت هتدخل لها اخذتها المكاتب الخاصه، عشان ما عنديش الاليه للتطبيق، او مش قادر اعمل، مع ان الحل سهل على فكره. يعني يمكن لو هقول لك الحل سهل هو جدا. يعني المكاتب الخاصه اللي هو مهندس معتمد يعني. ما عايز اوضح لحضرتك حاجه. طب النهارده الحل لحضرتك ما إيه؟ انا النهارده يا حضرتك انا عايز اعمل مصالحه في البيت بتاعي. تمام. او اعمل تصالح في البيت بتاعي، هل المهندس الخاص هو اللي هيقيم لي وضع البيت، ومن الجهه التي سوف تحاسبه؟ احنا معانا فيديو جميل جدا من محافظه الجيزه عن موضوع التصالح، يا ريت زمايلنا كده نزلونا الفيديو ده وعقب لي حضرتك رايك فيه. بتاع الشقق اللي ملهاش تراخيص مظبوط، وكمان البيوت والمنشآت وغيرها من المخالفات. ده انا دخت السبع دفعات المره اللي فاتت. المره دي مش هتتعامل غير مع المركز التكنولوجي للحي او المدينه. طيب والاوراق اللي خلصتها هتكمل عليها. والفلوس 517 جنيه مقابل الطلب واصدار شهاده البيانات. انا اقصد الفلوس اللي دفعتها المره اللي فاتت. اي اجراء دفعت المقابل بتاعه مش هتتحاسب عليه مره تانية. الحق الفرصه وروح بسرعه على استعلامات المراكز التكنولوجيه بالاحياء والمدن، قدم الاوراق اللي معاك وسدد رسوم الطلب وشهاده البيانات. موظف الاستعلامات هيقول لك تعمل ايه بالظبط، وهيكون معاك خطوه بخطوه لغايه ما تخلص كل الاجراءات وتستلم شهاده التصالح. قانون التصالح الجديد. سمعتوا عن قانون التصالح لمخالفات البناء الجديد؟ ده فيديو من خلال محافظة الجيزة عن قانون التصالح. كل شكر التقدير لإدارة العلاقات العامة على الفيديو الجميل دوت للتوعية والتوضيح للمواطنين. عدد المباني المخالفة اللي المفروض بتشتغل عليها الدولة في قانون التصالح أكتر من 3 مليون مبنى، حوالي أكتر من 194 ألف دور مخالف. تمام. الدولة جمعت كم واحد قدموا طلبات جدية تصالح؟ حوالي 2,800,000. تمام. كم واحد استكمل إجراءات التصالح؟ لا يتجاوز 10%. اللي توافق عليهم ولا اللي قدموا؟ لا، اللي خد المسار لحد الآخر، لحد ما وصل لمرحلة الترخيص أو تمام. نموذج 10 في النظام القديم. ده اللي حصل على مستوى المحافظات كلها. الأسباب كتير،
يمكن ذكرت لحضرتك سبب منها عجز الادارات الهندسيه، ما عنديش الموظف المؤهل في الادارات المحليه بشكل كبير جدا في اليه التدريب، رغم ان عندي مراكز تدريبيه مهمه جدا زي مركز سقاره التابع لوزاره التنميه المحليه للدورات وكل سنه للدورات، المفروض ان ده بيدرب بقى الموظفين اللي هم هو بيدرب فعلا يعني. حتى كان في دوره لسه قريبه رؤساء احياء ورؤساء ماشي موجود. ما هو حضرتك التدريب لم يكن شموليا، بمعنى اغلب الاخطاء اللي وقعنا فيها في قانون التصالح هو المفروض يعني يا دكتور قبل قبل التدريب المؤهل. ما هو انت ما تجيبليش متوسط ولا اعدادات تقول لي ده نائب، ما تجيبهوليش تقول لي ده مدير. الفكره كالاتي، ما انا قلت لحضرتك الحل يمكن بس ما استكملتوش معاك، اللي هو حلها سهل جدا، ان عندي في بعض الوزارات انا عندي في زياده في بعض المؤهلات، يعني على سبيل المثال هنلاقي هيئه الابنيه التعليميه فيها مهندسين وانا مش محتاج هؤلاء المهندسين، وحضرتك عارف بالظبط انا مش محتاجهم، لان اغلب التعاملات الخاصه بوزاره التربيه والتعليم بتتم مع الشركات الكبيره اللي هي بتنسق، فانا عندي مهندسين في الابنيه التعليميه، عندي مهندسين زياده في وزاره الزراعه وعلى فكره مهندسين مدنيين، عندي مهندسين في مبنى الاذاعه والتلفزيون نفسه، عندي يعني عندي عدد من المهندسين بشكل كبير، فانا ممكن اعمل انتدابات لهؤلاء المهندسين طالما انا مش عايز اعين. وهذا مقترح على فكره قدمته في عام 2015، وطبعا انت عارف وتم تعيين المعلم المتوسط مش هيفيد، مش هيفيدني اللي انت تمسكه مدير ده مش هيفيد، مش هيفيد تمسكه مدير كمتابعه، مدير كاشغالات، نقبر دبلوم كذا، وعشان يعني مش من عيب في المؤهل نفسه بس دي كوادر. لا ما هي عشان كده برضو حضرتك اثرت جزئيه مهمه جدا، وهي ان المؤهلات المتوسطه دي ما قدرتش، سبب في فشل قانون التصالح اللي احنا عدلناه يمكن 4 مرات لحد دلوقتي، وعلى فكره هيتعدل تاني. ليه؟ ان المسارات ما عنديش الموظف المؤهل. ليه قانون التصالح نجح في المجتمعات العمرانيه كآليات تطبيق ولم ينجح في الادارات المحليه؟ لان عندهم كوادر، عندهم مهندسين. ما انا برضو لازم اقول يعني معلش، النهارده حدائق اكتوبر المدن الجديده اغلبها فيها مهندسين، فبالتالي نسبه المخالفات تكاد تكون من ضئيله جدا، لكن المخالفات داخل المدن التابعه للادارات المحليه كبيره جدا. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني احنا في الاحصاء لما جينا نحصر نسبه الاراضي المخالفه حوالي 167 الف فدان عمراني فيهم تشوه عمراني، من اجمالي كام؟ من اجمالي 417 الف فدان. فتخيل ان انت عندك هذه النسبه من الاماكن المخالفه او العشوائيه. عشان كده في مصر بنعدل في قوانين قديمه خاصه يعني المشاكل كلها، وكل قوانين التصالح وقانون التوك توك وكل القوانين جايه على الادارات المحليه اللي هي بتفشل في تطبيقها. ده سببها الموظفين بشكل كبير، ولا عدم وعي، ما لا، ولا عدم تاهيل من الموظفين. لا ما عدم تاهيل الموظفين. هقول لحضرتك حاجه، يعني انا في 2017 كنت في الولايات المتحده وشفت النظام الخاص بالمخالفات، وكنت شفت برضو بعض المخالفات الخاصة في دولة زي النمسا. يعني معلش الإجراء، في شخص مثلا هديك تجربة، شخص دخل في جراج، الجراج ده فاضي، فدخل تمام. ركن في مكان لذوي احتياجات خاصة تمام، خد على آخر السنة بتاعته فوجئ ان في خصم اتخصم من الفيزا بتاعته بشكل مباشر، ان هذه مخالفة، لا الدولة اتعاملت معاه بشكل مباشر ولا جات له مخالفه ولا محضر جاله ولا اي حاجه، تتخصم من الفيزا بتاعته وجات له رساله ان تم خصم كذا، مخالفه قيمتها دولاريه كذا، دي اسمها الحوكمه. الحوكمه دي دخلت عندنا، احنا عندنا المراكز التكنولوجيه اللي تم عرضها دول 45 مركز تكنولوجي على مستوى الجمهوريه تمام. المراكز التكنولوجيه دي مين اللي بيديرها؟ حضرتك قلت جزئيه مهمه، المؤهلات المتوسطه، فبالتالي المؤهل المتوسط ليس عيبا فيه، بس ممكن لا يبقى هو مش عيبا في المعلم المتوسط. انا بتكلم معلم المتوسط ليه كادر، ليه كادر انت ما ينفعش يشغل مهندس. انت ما تقوليش انا معلم متوسط دلوقتي تعالى مسلك نقبر اسحابي مثلا، ما هو بيقوم تعالى مسلك مثلا مدير اشغالات، تعالى مسلك مدير متابعه، ما هو بيقوم لازم لازم الاشخاص ديت تكون مؤهله، ما هو بيقوم بعمل المهندس. ما هو بيقوم عمل المهندس، لان مهمه الاداره المحليه هي مهمه تخطيطيه في المقام الاول وتنظيميه، فمش عيب في المؤهل نفسه. لا لا مش هينفع، ما هو برضو هقول لحضرتك حاجه، النهارده انا محتاج مؤهلات متوسطه في هيئه نظافه وتجميل القاهره، بس محتاج طب هو من اللي بيتم اختيار الموظفين
ما هو الموظفين دول تم اختيارهم عايزين بس في فترة ما قبل 2013 عشان ما عنديش الحي نفسه أو المدينة نفسها. تمام. اللي بيختار الكوادر الداخلية بيبقى رئيس المدينة نفسه أو رئيس الحي؟ والله هو كل ما بيجي رئيس مدينة بيجي بيحاول يحط يعني عنده عدد محدد من الموظفين فبيحاول يغير بقى الإدارة، إدارة الإشغالات تبقى المتابعة، إدارة المكتب الفني تبقى كذا. دورها هي إدارة الإشغالات؟ إدارة الإشغالات إن هي مفروض إن هي بتشرف على فكرة الإشغالات اللي موجودة اللي بيتم مفروض إن هي مفروض إنها بتدخل فلوس للدولة كغرامات وبتحصر هذه الحكايات. بس طبعا على أرض الواقع بالنسبة للإدارات المحلية بيتم إبلاغ أصحاب المخالفات قبلها بشكل كبير، فبناء عليه بتفشل فكرة الحملات. نيجي نفاجأ إن رئيس حي ما نزل للمكان الفلاني وعمل مهمة إشرافية وما لقاش غير كرسيين في 50 لا ألف ومخالفات كافية. المباني على العين ومجرى العين. مخالفات المباني دي بقى لها إجراءات أخرى يمكن هوضح لحضرتك جزئية، إن إحنا في عام 2000 ليه إشغالات ليها دور؟ ما انا هوضح لحضرتك الجزئيه الخاصه بالمخالفات الخاصه بالمباني. احنا عندنا في 2019 اداره المساحه العسكريه عملت حاجه اسمها وحدات المتغيرات المكانيه. تمام. وحدات المتغيرات المكانيه دي المفروض ان هي بترصد بالاقمار الصناعيه اي تغير في المكان بشكل اساسي وبتبلغ الحي للتنفيذ او الاشغالات زي ما حضرتك بتقول او الجهات دي كلها. بيوصل الخبر الحي على بال ما بيتنفذ المفروض ان الخبر انا جبته لك بقى من 2019 ببلغك فوري بالتعدي يعني قبل ما الراجل يبني خلاص. تمام. يعني اللي في متغير ظهر عندي على في متغير خلاص. ظهر. تمام. ما بيتمش التطبيق فبناء عليه بنفاجئ ان الموضوع بقى في اليات التنفيذ ده عيب من الوحده نفسها اللي موجوده في الحي. عيب كأنه. عيب بقى ايه بقى ايه هي المشاكل اللي جوه؟ اولا بيقول لك ما عنديش معدات إزالة بشكل كافي. ما انت عايز تعرف التفاصيل ما هقول لك التفاصيل. التفاصيل بقى ان ما عندوش معدات بشكل كافي وما عندوش موظفين بشكل كافي. بيتم التنسيق مع مين؟ مع اكتر من جهة. على سبيل المثال لما بتيجي حملة خاصة بالإزالة لازم بيتم الاتصال بمديرية الزراعة وبيطلع حد مش دي التعديات اللي على الارض الزراعية. لا انا بكلمك على مخالفات البناء نفسها مش التعديات على المخالفة او التعديات. بيتم مثلا انا بقول لك مخالفة تعدي على أراضي بيتم التنسيق مع الزراعة بيتم التنسيق مع الشرطة الجهاز الشرطي أيا كان بقى. فالشرطة بتعمل حاجة اسمها دراسة أمنية. الدراسة الأمنية حاجة من الاثنين يا تطلع في يوم يا تطلع في سنة يا تطلع في سنتين. لا بس في حاجة اسمها دراسة وجبة دلوقتي. ما أنا بقول لك بصراحة إحنا عندنا في القاهرة مثلا عندنا آلاف من الدراسات الأمنية المتأخرة الخاصة بالمخالفات الخاصة بالمباني والمخالفات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية. يمكن في التعديات أو مخالفات المباني بتنزل اللجنة بس ما لهاش علاقة بالزراعة ما بينزلش بتاع الزراعة. فبيتم آليات التنسيق مع بعض الجهات دي كلها بتاخد شهور بتاخد 6 شهور 7 شهور عشان يقدر ينفذ. لكن الاجتهاد بيبقى من السادة المحافظين في الأعياد والمناسبات الرسمية بيقول لك لا أنا بشغل غرفة عمليات فبالتالي لازم أنزل أشيل كم إزالة وخلاص. لكن التعديات بتزيد ما يشغل فين التنفيذ؟ ما هو آليات التنفيذ أنا بقول لك في خلل في الإدارات المحلية لازم نكون ما يشغلها مثلا 24 ساعة فين التنفيذ مثلا أنت على المخالفة اللي انت بتزلها في ساعتها فين؟ ما فيش للاسف. انا بقول لك اليات التطبيق والادارات للادارات مثلا شايفه وساكته. ما هو انا عندي عجز ما عنديش الادوات اللي هي خاصه بالموظفين وما فيش دعم للموظفين. وثانيا في حته برضو حضرتك احنا تحدثنا في الموضوع في منذ البدايه التنميه المحليه. حضرتك التنميه المحليه كوزاره اسمها وزاره الدوله، وزاره ليست لها فروع في المحافظات. يعني ما عنديش وكيل وزاره في القليوبيه وكيل وزاره التنميه المحليه في القليوبيه. هو مقر وحيد كان الاول جنب وزاره الزراعه ودلوقتي في العاصمه الاداريه. فما فيش سلطات مركزيه غير ان السيد وزير التنميه المحليه او امين عام الوزاره بيتابع مع الساده المحافظين الاداء. طب ايه التحديات اللي بتواجه جهاز المحليات نفسه؟ التحديات كتيره جدا بتواجه. اولا عدد الكوادر اللي موجوده لا تتماشى مع عدد المباني وعدد المخالفات ومع عدد القوانين الخاصة بالإدارة المحلية. يعني
يعني مثلا عددها قد ايه المخالفات المبالغ؟ مخالفات حصر مثلا، انا عارف انت حضرتك بنك ارقام بصراحه، الله يخليك، ومشهور بيها لقبك بكده بصراحه يعني، شكرا جزيلا. فعايزين نعرف حصرها قد ايه. هو مثلاً المباني المخالفه في مصر 3 مليون و194 الف مخالفه مباني. تمام. المباني او التعديات على الاراضي الزراعيه 2 مليون و7000. 2 مليون و7000 تعدي، تعدي على الاراضي الزراعيه، فالكم كبير. ده حقيقي. فهي دي الفكره. طبعا الكم ده موجود في القرى بشكل كبير. عندك 4742 قريه، 31000 عزبه وكفر ونجع، فيهم كام؟ فيهم 58 مليون مواطن. دول احنا عاملين مشروع حياه كريمه، بس مشروع حياه كريمه مكلف قوي. يعني يمكن عشان كده ممكن تلاقي ناس تقول احنا ما شفناش لسه. وكان التصالح ما حلش المشكله دي؟ التصالح هقول لحضرتك حاجه، التصالح عمل على سبيل المثال استثنى حاجات للقرى. يعني مثلا جه قال لك في طلاق المباني في القريه لا مش لازم، ما فيش مشكله لو الشخص ما دهنش الواجهه بتاعه البيت ممكن نديله نموذج التصالح. عمل تيسيرات في القرى بس ما عملش آلية للتخطيط بشكل مباشر، بمعنى ما حددش الأحوزة الزراعية أو الأحوزة العمرانية داخل هذه القرى. عدم تحديد الأحوزة العمرانية لحد دلوقتي يعتبر مشكلة هتفرز بشكل كبير جدا مخالفات. ويمكن عشان كده بقول لك، لما أقول لك تجربة الولايات المتحدة ما فيش حاجة اسمها أرض زراعية، لا ده في هنا زراعي وهنا صناعي وهنا وهكذا، فعندك كل منطقة محددة. احنا لحد دلوقتي طب يعني القانون دوت ملوش مزايا مثلا؟ للاسف الشديد لما بنيجي نطالب ملوش مزايا؟ لا القانون، لا القانون هو القانون في التطبيق في صعوبه على المؤهل البسيط اللي هو بيقوم به موظف الاداره المحليه، مش قادر يستوعبه. يعني على سبيل المثال حاجه صغيره، في القانون المره اللي فاتت كان في حالات لا يجوز فيها التصالح. تخيل ان يعني انا جات لي على المباشر ان والله احنا اتخذ مننا رسوم من الموظف، الموظف خد منه رسوم وفوجئ ان الشخص لا ده انت مالكش تصالح. وبعدين طب انا عايز فلوسي، لا ما عنديش بند يرجع لك فلوسك. مفيش بند استرداد؟ مفيش بند استرداد. لا بس في بند استرداد في القانون الجديد. في القانون الجديد حاليا التعديل الاخراني، لكن قبل كده ما كانش فيه. انا بقول لك من ضمن السلبيات اهو، دي تصرفات شخص. يعني انت قدامك قاعده كامله للبيانات ان انت تاخد البيت ده فيه تصالح او ما فيهوش تصالح، تاخد رسوم على مكان ما فيهوش تصالح. فبالتالي فشل الادارات المحليه في اليات التطبيق بسبب التوظيف نفسه، بسبب الوظيف الموظفين. ما انا بقول لك الموظف نفسه غير مؤهل، غير مؤهل. فبالتالي دي مشكله يعني خاصه بالجهاز الاداري. يعني لازم الموظف يكون مؤهل. ويمكن جبت نائب رئيس حي مؤهل، جبت مدير اشغالات مؤهل، جبت مدير متابعه مؤهل، مؤهل دراسية. عشان كده احنا زي ما عندنا نائب رئيس مجلس وزراء شايف للتنمية الصناعية، مفروض يكون عندي نائب رئيس مجلس وزراء لشؤون الحوكمة الخاصة في المحافظات بشكل كبير. لازم اعمل حوكمة، الحوكمة دي هتفرق قوي في ادارة الجهاز الاداري للدولة. اللي بيحصل زي ما قلت لحضرتك خلل في انظمة التطبيق، ان الاقمار الصناعية بتبلغ الحي او تبلغ المدينه او تبلغ القريه. الاقمار بتبلغ بس وحده المتغير نفسه اللي بتبلغ. في الكائن الاداري كالحي او كالمدينه هو التقاعس منه، مش من الوحده نفسها، مش من الوحده وانا نفسها. بقولها لك صراحه. فاصل ونرجع له. ميديا برودكشن، انتاج اقوى البرامج الاعلاميه، إدارة صفحات السوشيال ميديا بأفضل الطرق الاحترافية. العمراني ميديا برودكشن، نمتلك أحدث التقنيات ومعدات التصوير لإنتاج أقوى الإعلانات لجميع المنتجات والشركات. العمراني ميديا برودكشن، نمتلك فريق عمل على أعلى جودة احترافية في مجال الإعداد والتصوير والإخراج والسوشيال ميديا. العمراني ميديا برودكشن، المهنية الاحترافية طريقك للنجاح. ميديا برودكشن،
إنتاج أقوى البرامج الإعلامية، إدارة صفحات السوشيال ميديا بأفضل الطرق الاحترافية. العمراني ميديا برودكشن، نمتلك أحدث التقنيات ومعدات التصوير لإنتاج أقوى الإعلانات لجميع المنتجات والشركات. العمراني ميديا برودكشن، نمتلك فريق عمل على أعلى جودة احترافية في مجال الأعداد والتصوير والإخراج والسوشيال ميديا. العمراني ميديا برودكشن، المهنية الاحترافية طريقة للنجاح. ميديا برودكشن، إنتاج أقوى البرامج الإعلامية، إدارة صفحات السوشيال ميديا بأفضل الطرق الاحترافية. العمراني ميديا برودكشن، نمتلك أحدث التقنيات. ميديا برودكشن، إنتاج أقوى البرامج الإعلامية، إدارة صفحات السوشيال ميديا بأفضل الطرق الاحترافية. العمراني ميديا برودكشن، نمتلك أحدث التقنيات ومعدات التصوير لإنتاج أقوى الإعلانات لجميع المنتجات والشركات. العمراني ميديا برودكشن، نمتلك فريق عمل على أعلى جودة احترافية في مجال الأعداد والتصوير والإخراج والسوشيال ميديا. العمراني ميديا برودكشن، المهنية الاحترافية طريقة للنجاح. وبنجدد لكم التحية من قناة اتش بي سي مع الدكتور الحسين حسان، رئيس الاتحاد مؤسسات افريقيا للمحليات والعشوائيات وخبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة. بنجدد لك التحية. اهلا وسهلا فندم. طيب هنتكلم عن أهمية التصالح بقى في الوقت الحالي. هو طبعا أهمية التصالح مهمة جدا، بس طبعا الآليات مفتقدة بشكل كبير جدا نظرا ل طبعا هو مهم فكرة ان انا بقنن بيت غير ليس له غير شرعي او ليس له جدوى اقتصاديه، لان هو بيت ملوش رخصه ملوش قيمه سعريه حتى في السوق، لكن لما بيتم اعطائه رخصه بشكل كامل بتتغير الحياه الخاصه سواء للمواطن في القريه او في المدينه او في الحي حسب المكان اللي هو موجود فيه، بتتغير اقتصاديا. يقدر ياخد عليه قرض، يقدر يعمل فيه مشروع، يقدر يستثمر في المنزل بشكل اساسي. لما طالما هو غير يعني هو لو اتصالح على العقار نفسه ممكن هو مثلا يخش ياخد يدخل ياخد طبعا لان هو بياخد رخصه رسميه خلاص، ويقدر ياخد قرض وياخد كل حاجه. بس طبعا في حته مهمه، يكون اخد الاجراء النهائي اللي هو كنا بنسميه زمان نموذج 10، ده بقى 9 دلوقتي. انت بقى سموه غيروا المسميات الخاصه بيه، بس هو طبعا للاسف الشديد ما بيوصلش، لان في بعض التحديات في الجهازي جزئيه التصالح، زي على سبيل المثال لجان المعاينة من 6 شهور ل5 سنوات. ده موضوع يعني بصراحة يعني صعب شوية بالنسبة للشخص نفسه، ان هو ممكن تجيله المعاينة في خلال 6 شهور، وممكن تجيله بعد سنة، وممكن تجيله بعد 2. ده انا كده مش عايز اديله الرخصة بقى. فطبعا الموضوع ده فيه مشكلة، لكن تحديات تواجه المجتمعات العمرانية قليل جدا. ليه؟ عندهم الكوادر، عندهم فكرة الشباك الواحد. يعني انا مثلا رحت جهاز القاهره الجديده، من ضمن الاجهزه اللي حضرتك لو لاحظت ان في حوكمه وفي دور وفي شباك واحد وفي اجراءات بتتم من خلال اجراءات متسلسله، وفي اكتر من مدينه من المدن الجديده في نفس النمط اللي موجود. لكن لما بتخش الاداره المحليه بتتفاجئ ب
حاجات تانية ملهاش علاقة بالمضمون بتاعنا. مفيش عندي الموظف اللي هو فاهم الملف، مفيش عندي الموظف اللي هو فاهم القانون. يعني مثلا على سبيل المثال، انا كان في لقاء مع المسؤول عن ملف المحال العامة دكتور محمد عطية الفيومي، وكان في تطبيق لقانون تعديل القانون الاخير الخاص بالمحال، فطلعت له ان في قانون كمان موجود سنة 2018 خاص بعربات الطعام. يعني احنا بنطبق اتنين قانون، بنعدل قانون جديد وفي قانون اصلا بيطبق، تخيل. يعني القانون منقسم والراجل ما كانش يعرف ان في قانون موجود. فاللي عايز اوصله لك ان الابعاد الخاصه بملف المحليات مفتقده للاسف بشكل كبير جدا عند القائمين، طالما ان هي وزاره الدوله. طب نعمل ايه عشان ننهي هذه الجدليه؟ ملف اسم حتى التنميه المحليه اصبح اسم، يعني مش عايز اقول ان هو اسم مش مرغوب لدى الناس، اغلب الناس اللي موجود في المواطنين. في المواطنين. فانا عندي ملف زي القرى. لا، هو ليس مرغوب في صاحب المخالفه. لا، هو اما المواطن العادي لا مرغوب بالنسبه له. لا، اللي بيعمل مخالفه معاك انا دكتور، اللي بيعمل مخالفه مش مرغوب. لا، هو انا اقصد فكره فساد المحليات، اللي هو ان تم اتكلمنا عن فساد المحليات. فساد المحليات عشان ده ملف كبير وكلمنا عليه. ماشي، فساد المحليات على سبيل المثال ملف ارهق الدوله على مدار ازمنه كبيره جدا. تسبب هذا الملف فساد المحليات اني اخرج من عندي كام، طلع لي 357 منطقه عشوائيه غير امنه في مصر. الدوله صرفت على هذه المناطق لحد هذا التوقيت حوالي 400 مليار جنيه. ده ملف واحد، اهو ملف العشوائيات. طيب ملف التكاتك، تمام، عندي 5,400,000 توك توك، المرخص منهم كام؟ لا يتجاوز 175,000 توك توك. فبالتالي ما فيش آلية لضبط هذا القانون لحد دلوقتي. ده إهدار مال عام، تمام. أما فساد المحلات اللي هو التوظيفي، لا الفساد ما هو الفساد الوظيفي والفساد الخاص بمباشره القوانين. ما هو برضو عايز اقول لحضرتك حاجه، ما هو فساد المحليات ده، ما هم مين اللي بيشرف على موضوع التوك توك حاليا؟ ملف التوك توك بالكامل مع مين؟ مع الاداره المحليه. لكن تبص مثلا تلاقي المجتمعات العمرانيه لما بتاخد اجراء ما فيش تكاتك يبقى ما فيش تكاتك، لكن الاداره المحليه عشان تاخد اجراء بمنع التوك توك في منطقه ما بتعرفش، ويوم ما بنحاول ما فيش. ما ده بيأثر على المواطن على فكرة، ده بشكل كبير جدا. أغلب القوانين الخاصة زي قانون السايس وتطبيق قانون السايس اللي احنا سميناه بعد كده منظم السيارات، فشل تطبيق قانون السايس بشكل كبير الإدارات المحلية. في ناس يهمها قوي ان هو الشخص كبيرة في الإعاقة، في ما الإعاقة دي جاية منين؟ جاية منين؟ لأن الشخص السايس أو اللي ليه مسمى تاني في مناطق أخرى ان هو بلطجي المنطقة. ملف المواقف العشوائية اللي موجودة في مصر ده برضو من ضمن الملفات اللي هي المفروض بتشرف عليها الإدارات المحلية. فساد الإدارة المحلية أهدر على الدولة ملايين الجنيهات في هذا الملف. فبالتالي انا بقول لك الملفات اللي هم بيشرفوا عليها كموظفين وعددهم ومؤهلاتهم، فبالتالي كل الاليات الخاصه. ما هو هيشرف ازاي وهو المؤهل بتاعه؟ هو اصلا المؤهل الدراسي هو مش مؤهل ان هو يشرف، مش مؤهل ان هو يشرف. يشرف عليه هو مش مؤهل. طب هو ازاي؟ طيب ما هي دي الاليه. عشان كده احنا بنقول ان المحليات في مصر محتاجه معالجة بشكل كبير جدا، محتاجة مختصين يتم إسناد هذه الأعمال بشكل كبير جدا ليهم. عشان كده بقول لك ملف المحليات يعتبر شوكة في ظهر الحكومة، رغم أنه بيمثل العمود الفقري لإدارة الدولة في الوقت الحالي. والله الحل زي ما قلت لحضرتك حاجة، أول حاجة هتبدأ من الوزارة. الوزارة لازم تكون وزارة فعالة، ما تكونش وزارة الدولة، عشان نقدر نشتغل على أرض الواقع. تمام. يعني معالي الوزيره، اول وزيره المحافظه نفسها، المحافظه النهارده عندك مشكله برضو في منصب نائب المحافظ. منصب نائب المحافظ منصب يعتبر على تطبيقيا على ارض الواقع يعتبر اشرافي، يعني شرفي. فما تلاقيش نائب المحافظ بياخد قرارات فعاله بشكل كبير او
كله بيبقى منتظر الا اذا كان المحافظات الكبرى زي القاهره على سبيل المثال. لا المحافظات زي القاهره وزي الجيزه نائب المحافظ واخد صلاحيات. واخد صلاحيات لان هو بيبقى واخد نائب للمنطقه الجنوبيه وواحد للمنطقه الشماليه، فكل واحد ليه تخصص. طيب بقيه المحافظات منصبهم بيبقى شرفي بشكل كبير جدا، مفيش صلاحيات لنائب المحافظ في الاشراف على الملفات الخاصه بالكثير من القرى. عشان كده بنلاقي محافظات كتير جدا بتخرج من عندنا السيطرة بتاعتها في زي محافظة القليوبية مثلا على سبيل المثال، نسبة التعديات على الأراضي الزراعية. هو بيتم اختيار رؤساء المدينة ازاي؟ رؤساء بالنسبة للإدارات المحلية؟ لا رؤساء المدن. ما هو بالنسبة للمدن التابعة للإدارات المحلية. المدن رئيس مدينة كذا، رئيس مدينة كذا. دول بيتم اختياراتهم بقى طبقا للأقدمية، يعني في حسابات اخرى داخل الموجودين. طبعا العدد بسيط، يعني ممكن نلاقي الاداره الهندسيه فيها 9 موظفين مثلا على سبيل المثال، في مهندس، المهندس طلع معاش. طب المسؤول اللي بعده ما فيش مهندس، في الحاج فلان اللي هو واخد دبلوم تجاره مثلا. طب مش هو يمسك رئيس الاداره الهندسيه بالنيابه وهو اللي يوقع بقى؟ لا انا مش قصدي اداره حضرتك، انا بديك على انا بديك الاطار التنظيمي اللي هو خاص بيهم اللي هم بيمشوا عليه كرؤساء ادارات. ما هو بعد ما بيبقى رئيس اداره بيتعين نائب رئيس مدينه، يعني المفروض المتبع يعني لو رئيس مدينه بس يبقى مهندس. المفروض رؤساء مدن كتير مش مهندسين. ما هو عايز اوضح لحضرتك، هو عاملين اعاقه ومرتبات على الدوله. لا ما هو انا بتكلم في قصه حضرتك، الخلل جاي فين او الاليه او اللي بيتم حاليا على ارض الواقع فين. اللي بيتم حاليا على ارض الواقع ان الموظف المؤهل المتوسط طبقا لاقدميته هو اللي بيتم تعيينه وتصعيده حتى يصل الى نائب رئيس مدينه او رئيس مدينه. ده ملخص الكلام. ده تصعيد، ده التصعيد بتاعه اللي هو بيبقى ماشي من ممكن يكون كان معاون خدمات وخد مؤهل دبلوم وبقى موظف وبعد كده علي في المناصب وما طورش من نفسه. فهي دي الآلية الخاصة باختيار. وعشان كده بنلاقي الخلل والمشكلات اللي هي بتواجهها مصر حاليا والقوانين، بحس ان هي موضوعة وهي المشرع وضعها للمدن. انت رئيس مدينة لازم تبقى مؤهل، انت رئيس حي لازم تبقى مؤهل، ده المفروض لصالح المواطن، لصالح المواطن. لكن التجارب الخاصه، التجارب الدوليه الموجوده اللي انا شفتها بره ملهاش علاقه بالكلام اللي يعني احنا بنشوفه. يعني ما تجيبليش واحد دبلوم ولا واحد مدرس تقول لي رئيس مدينه، ازاي واحد مدرس يبقى رئيس مدينه؟ طب ما اتكلمنا عن ملف العشوائيات. طيب هقول لحضرتك حاجه قبل ما اخش على ملف العشوائيات، حاجه صغيره بس، تجربه كانت في الولايات المتحده خاصه بمدينه اسمها يوجين في غرب الولايات. في اجتماع مع رئيس المدينه المنتخب الخاصة بمدينة يوجين وهي مدينة في غرب الولايات، كان في مشكلة خاصة بشجرة عمرها أكتر من 50 سنة. فاجتمع مجلس المدينة عشان نشوف الأصوات الخاصة، يعني طيب الطريق نشيل، لا ده أثر تعتبر أثرية، فاضطرينا ان احنا نوسع الطريق الجانبي بحيث ان احنا ما نؤذيش الشجرة اللي هي عمرها 50 سنة. أنا عايز أوضح لحضرتك بس الإجراء اللي هو بيتم في المدن اللي بره، يعني مدى الديمقراطية في الأداء وحتى معايير الاختيار. فعشان كده بيتم الاختيار. إحنا عندنا في مصر ملف زي العشوائيات بقى عندنا 357 منطقة عشوائية في مصر. بقى عندي نوعيات مختلفة من العشوائيات، يعني عشوائيات غير أمنة، ودي كانت الفئة الخطر اللي هم 357 منطقة. طيب العشوائيات اللي هي آمنة أو اللي هي محتاجة إعادة تخطيط أو اللي هي غيرت اسمها الدولة بعدين إلى الغير مخططة أو المناطق الغير مخططة. تمام. المناطق الغير مخططة في مصر كام؟ طبقا لإحصائيات الدولة إحنا بنقول 1200 منطقة، بس هي أكتر من كده بكتير، ودي محتاجة أكتر من 800 مليار جنيه عشان نعيد تطويرها بشكل أساسي. اللي هي المدن القديمة اللي فيها مشاكل في البنية التحتية وبعد كده بقى فيها مشاكل في التخطيط. لا بس في تطوير وفي إنجازات في المدن، يعني سطر ويس. لا أنا مش بتكلم على، ما هو على وفساء في الإنجازات هكلمك على إنجازات. هقول لك والله مناطق زي الفسطاط والتغير اللي حصل فيها، وإن إزاي نقلنا المنطقة دي وطورناها وشلنا المدابغ ونقلناها للروبيكي، ده إنجاز كبير. أنا بقول لك على التكلفة، فاتورة التكلفة دي على فكرة راجعة لمين؟ ما هو خراب منطقة الفسطاط والفاتورة الكبيرة اللي بتدفعها الدولة
نتيجة برضو لفساد الإدارات المحلية بشكل كبير اللي حولت منطقة سور مجرى العيون إلى مدابغ. تمام. الدولة جت بعد كده في عام 2015 وبدأت تزيل هذه المناطق وبدأت تنقل أهالينا الموجودين هناك إلى أماكن قريبة من أعمالهم، ونقلت الناس بتوع المدابغ إلى مدينة الروبيكي عشان يبقى في مدينة متخصصة للجلود، وحولنا المكان ده إلى مزار كبير جدا. ده آليات التطوير، أنا ما بقولش فيها حاجة، بس أنا بتكلم على تكلفة الإدارة المحلية وتكلفة العشوائيات اللي هي تسببت فيها الإدارات المحلية واللي هي مرتبطة بجملة العشوائيات. ويمكن بحيي إعداد الحلقة إن هو ربط كل هذه المشكلات، هو عدد الحلقة مع الأستاذ محمد الطوخي بصراحة كل الشكر والتقدير ليه. بصراحة خطوة جميلة جدا إن ربطنا كل الملفات بما فيها العشوائيات اللي هي الدولة حاليا بتشتغل عليها واللي هي قضت على 90% من العشوائيات الخطرة. طيب العشوائيات اللي هي بنقول آمنة أو غير مخططة يعني دخلنا في 10%، بس لسه ده يرجع لإيه؟ اللي فيه مناصب قيادية وفي نفس الوقت في طبعا وفي نفس الوقت مؤهلة وفي نفس الوقت في حاجة، يعني يمكن أسندنا ملف مثلا تطوير المدن أو الأماكن الغير مخططة إلى صندوق تطوير العشوائيات اللي هو بقى حاليا صندوق التنمية الحضرية. تمام. أسندنا الملف لكليات الهندسة وكليات التخطيط العمراني، أسندنا الملف للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أسندنا الملف لوزارة الإسكان، فبقى عندي أسندنا الملف لجهاز التنسيق الحضاري، فبقى عندي مجموعة من الجهات اللي هي بتتسابق أن هي توصل لمستوى معين من الإنجاز. عشان كده في مصر بنينا أكتر من 30 مدينة جديدة، مع أني كان عندي 22 مدينة تابعين للمجتمعات العمرانية تبنوا على مدار 40 سنة، وأنا بنيت 30 مدينة جديدة في خلال 7 سنوات. طب يا دكتور، ما تكلمنا عن جهود الدولة في إزالة التعديات الأراضي الزراعية. جهود الدولة للتعديات طبعا كده. هي وزارة المياه المحلية أطلقت العديد من الموجات الخاصة بفكرة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ويمكن هذه الفكرة لازم أسند كل شيء لصاحبه، يمكن بسند الفضل للواء شعراوي اللي هو كان ماسك وزير التنمية المحلية في فترة عام 2019، لأن هذا الوزير قام بفكرة إنشاء وحدات المتغيرات المكانية، ودي كانت تمثل أنا شايف أنها نقلة كبيرة جدا. يعني ما لكمش حجة يا موظفين إدارة محلية، أنا جايب لك لا هو العيب في موظفين الإدارة المحلية. أيوة فندم. أما المنظومة نفسها شغال. هو حط المنظومة، ما هو وضع فأنت بتبعت لي لا هو في تقاعس نفسه من الموظف، او يقول لك الحاله دي مكان الحاله دي، او يحط لك ورقه حاله ثانيه مكان حاله ثانيه. مش ده المتبع اللي بيحصل، وده المتبع وده اللي بيحصل. وعلى فكره طيب. هقول لحضرتك من ضمن المفاجآت ان في بعض يعني في بعض الحاجات في بعض الحالات تم التنفيذ فوري، سبحان الله. يعني في بعض الحالات دي شكاوي دي شكاوي، فجاء التنفيذ جه فوري بشكل كبير جدا. يعني يا دوبك التنفيذ التنفيذ الفوري بشكاوي، اما منظومه المتغير لازم تسليط الضوء عليها والمراقبه عليها في كل احياء وفي كل مدينه، ففي كل الاحياء وفي كل المدن. عشان كده الدوله اطلقت العديد من الموجات الخاصه، عدلت التشريعات الخاصه بالتعديات بشكل كبير جدا، لكن مستويات التعديات موجوده طالما لم يتم تحديد الاحوزه. الموظف يسأل لان برضو احنا دايما كنت بقول ان يكون عندي شرطه متخصصه للتعديات بشكل كبير جدا، او شرطه متخصصه للمحليه. ازاي عندي شرطه مجتمعات عمرانيه وما عنديش شرطه خاصه ب لا يا باشا، في جهاز اداره شرطه المرافق لا في الاحياء. ما هو شرطه المرافق شيء والشرطه المتخصصه للاداره المحليه بالنسبه لمهام العمليه مش لا مرافق. ده مجهود غير عادي مع شرطه المرافق بصراحه، لتامين المتوظفين وتامين المواطنين في حالات الازالات. لا ما هو ده كل الشكر والتقدير من وزاره الداخليه. اما التقاعس نفسه من موظفين الاحياء اللي هم في ماسكين اداره المتغيرات، ماشي يا فندم، ما هو وهم غير مؤهلين دراسيا للعمل بذلك. ايوه بس ما عنديش جهاز شرطي متخصص لحضرتك المحليات او مواضيع المحليات بشكل متكامل. يعني فكره الازالات وشرطه المرافق، مع شرطه المرافق دي على فكره ليها مهام اخرى، يعني البائعين الباعه الجائلين شغلتهم تمام. هو بينزل تامين معلش، يعني ده كفايه عليهم الباعه الجائلين. الباعه الجائلين في مصر 5 مليون، يعني معلش شرطه المرافق هتكفي ايه ولا ايه؟
فانا محتاج جهاز شرطي متخصص اداره بتشتغل تبع رئيس المدينه. ننزل النهارده نشيل كل المخالفات اللي موجوده، ما بيحصلش. فبالتالي عندي اداء ضعيف داخل الادارات المحليه على عكس الاداء القوي الخاص بالمجتمعات العمرانيه. على عكس، عشان كده نلاقي عندنا رئيس مجلس الوزراء في الاصل كان رئيس هيئه مجتمعات عمرانيه. تمام. فبالتالي دايما هذه الجهه هي الكسبانه. طيب فائض موازنه صندوق المجتمعات العمرانيه راح فين حضرتك؟ الفائض ده راح لتطوير العشوائيات. يعني 400 مليار اللي طورنا بيهم العشوائيات استلفناهم من فين؟ من المجتمعات العمرانيه، بس عشان الناس تبقى فاهمه. خدناهم من الجهه الرابحه، لكن الادارات المحليه ما فيش. اجمالي الايرادات اللي هي داخله من الادارات المحليه للاسف، يعني انا بصرف 136 مليار وباخد 13 مليار. فتخيل يعني هم ملقبوك ببنك ارقام ما غلطوش. ربنا يخليك. صح كده. شكرا جدا. هل نقدر نقول ان مصر في طريق للسيطره على العشوائيات؟ ولا هناك معاناه من هذا؟ لا طبعا يعني. مصر لازم نكون، يعني انا ماسك اتحاد مؤسسات افريقيا للقضاء على العشوائيات في دوله غانا. احنا بناخد تجربه مصر تجربه رائده في القضاء على العشوائيات. تجارب العالم كله على فكره دايما، يعني انا لما درست تجربه البرازيل. البرازيل عملت 10 سنين تقشف، يعني 10 سنين شد الحزام، مفيش مؤتمرات، الطيارات باعوها، طيارات العربيات المسؤولين راحت، مفيش، كل حاجه في سبيل ان احنا نعمل تقشف عشان نقضي على العشوائيات. مصر ما عملتش كل هذه الاجراءات وقدرت تقضي على 357 منطقه عشوائيه غير امنه بشكل كبير جدا. وشفنا نموذج مثلث ماسبيرو، وشفنا الدويقه، وشفنا متغيرات كبيره جدا موجوده، لان كان في اراده حقيقيه من الدوله ومن القياده السياسيه في القضاء على العشوائيات. طيب عايزين نسال التوجيه من حضرتك كده قبل الختام لوزاره التنميه المحليه. والله للنهوض بهذا القطاع، يعني عشان ننهض بالقطاع ده، انا شايف اهم جزئيه في هذا الموضوع وهي حوكمه الادارات المحليه، اعاده توزيع الموظفين داخل الجهاز الاداري للدوله. طالما مش هعين موظفين، يعني اذا كانت الدوله واخده استراتيجيه ان احنا مش هنعين موظفين، ننتدب موظفين من الجهات اللي فيها زيادات في الاعداد، بحيث ننهض باداره منظومه الاداره المحليه. لا، هي رساله توجيه ما ممكن تبقى للمحافظين نفسهم او لرؤساء الاحياء ورؤساء المدن لاختيار الموظفين نفسهم يكونوا مؤهلين دراسيا للتعامل مع المواطنين. ما انا برضه لازم اوضح لحضرتك حاجه، المحافظ مش هيختار الا بتوجيهات من التغييرات الداخليه. ما التغييرات الداخليه حتى رؤساء حضرتك المدن وحضرتك استاذ وفاهم هذه الملفات، ان بيتم نشره جايه من وزاره التنميه المحليه بتعيين رؤساء المدن والاحياء. لا انا بتكلم داخلي، مديرين داخليين. ما هو بتعليمات صدقني والله، بتعليمات بالاداره المحليه نفسها. المفروض ان يكون من في اطار وزاره التنميه المحليه الحوكمه اللي احنا بنتكلم عليها، ان الجهاز الاداري ويشوف المناطق اللي هي ناقصه فين. وكان في مشروع مقترح ان احنا هنعين نائب رئيس مجلس وزراء للحوكمه او مستشار لرئيس مجلس الوزراء للحوكمه، كان مفروض يعيد هذه المنظومه الى يمكن. عشان كده بنلاقي الخلل موجود دايما، ما بنلاقيش في وزارات اخرى غير في الادارات المحليه، نظرا لان هذه الادارات ما فيهاش المختصين او الاختصاصيين بشكل كامل. ما فيش اختصاص. برضو محتاجين توجيه. طب ما عدم الاختصاص هو بيوجه اعاقه للمواطن نفسه. عشان كده احنا محتاجين ان عمداء كليات الهندسه يكونوا مستشارين للساده المحافظين لشؤون الادارات المحليه. انا بقول لحضرتك فده مقترحي من خلال الاداره. طبعا يكون مستشار المحافظ لشؤون الاداره المحليه. مفروض لان كده انا هعتمد الساده المحافظين للساده المحافظين ان يكون عنده مستشار. دي حق المحافظ ومن ادارته ان هو يعين له مستشار، واختيار الموظف نفسه. واختيار الموظف بقى انا هعين. فانا راجل كعميد كليه هندسه هشوف كليات الهندسه وكليات التخطيط العمراني. ازاي انا اجيب نائب ليا انا كقياده ومهل متوسط او تحت المتوسط او مدير؟ ما هو للاسف انت سايب المكتب فاضي، فبالتالي اللي موجودين هم اللي بيديروا المنظومه. هي دي الاليه. ما انا بقول لك حضرتك انت سايب المكتب فاضي، بتقول لما يخلصوا خالص ابقى جيب ناس مختصين. طيب لحد ما يخلصوا مين اللي هيدير الخدمات الخاصه بيهم؟ تمام. فما عنديش. فعشان كده بنلاقي الخلل. عشان كده برضو عايز اوضح لحضرتك حاجه، الدوله بتتجه في بناء المدن
للمجتمعات العمرانية مش الإدارات المحلية. بمعنى لما بتبني مدينة تديها لمين؟ للمجتمعات ودورها العمرانية. ودورها في تنمية سيناء بيدورها. انت ايه رأيك في دورها في تنمية سيناء؟ تنمية سيناء انا شايف ان هو كان نقلة كبيرة جدا، ان انا عملت ثلاث مدن جديدة، ان انا طورت المنظومة الزراعية الخاصة بسيناء، ان انا عملت يعني المساحة الكبيرة اللي هي بتاعت سيناء. على فكرة يعني عدد سكان شمال وجنوب سيناء لا يتجاوز 600,000. فبالتالي انت عامل مشروعات في شمال وجنوب سيناء تستوعب كام؟ تستوعب 5 مليون مواطن. فانت عملت نهضة في سيناء ومتغيرات كبيرة جدا، يعني كنت بتحارب الارهاب وكنت في نفس الوقت بتدير منظومة كبيرة جدا، منظومة الاستزراع السمكي، منظومة التوسع في الزراعة والمحاصيل الخاصة زي الزيتون وغيرها والمحاصيل الطبية. انت عملت نهضة على فكرة في سيناء. تمام. منظومة المياه، منظومة الانفاق اللي انت عملتها، منظومة العبور اللي حصلت، ان كان عندي كوبري واحد هو المعبر الى سيناء، النهاردة بقى عندي اكتر من 5 انفاق وعندي كباري وعندي منظومة كبيرة جدا داخل سيناء. على فكرة للعلم برضو عشان حضرتك اثرت موضوع اتصالات، محافظة شمال وجنوب سيناء هم الافضل من حيث إدارة ملف التصالح في البناء. دي من ضمن برضو بقول لك حاجة. المقترحات. لا دي من ضمن المحافظات اللي هي أعلى في مستوى القضاء على مشاكل التصالح، لأن المحافظ نفسه طوال السنوات اللي فاتت كانوا بيشرفوا على الملف بنفسه. بيشوف البيوت اللي هي كذا، بيبقى واقف مع اللجان لحد ما تنتهي الإجراءات لنفسها. فعشان كده كانوا هم الأفضل في أداء كتير جدا. الموازنة اللي راحت لهم حوالي 700 مليار جنيه. 700 مليار جنيه لشمال وجنوب سيناء. أنا كنت حاطط 700 مليار لتنمية قرى مصر كلها في الموازنة الأولى لحياة كريمة. فده بيؤكد أهمية سيناء بالنسبة للدولة. عشان كده بقول أن دايما سيناء في قلب القيادة السياسية وفي قلب كل موظف داخل الجهاز الإداري للدولة بشكل كبير جدا. عشان كده هنلاقي ان سيناء حصل فيها تغير كبير جدا، وسوف تشهد برضو متغيرات اخرى خلال الايام القادمه. دكتور الحسين حسان، احنا بنشكر حضرتك ومن قناه سي بي سي. شكرا جزيلا. وبرنامج حكاوي العمراني على الاضافه الكبيره والاستضافه لحضرتك، نورتنا في الجهاز. اشكرك. والى اللقاء محمد العمراني، وانتظرونا الاثنين القادم الساعه 10 مساء.